مرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل في حلقة جديدة من تفاعل نت، والتي نرصد فيها أهم المواضيع التي حازت على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. راوحت تعليقات الجزائريين بشأن اللقاء الدوري للرئيس عبد المجيد تبون مع ممثلي الصحافة بين السخرية السياسية والتندر، ومن اعتبرها رسالة غير موفقة من قبل السلطة تناقض واقع الأمر وطموحات الحراك. نتابع هذا المقطع من اللقاء الصحفي للرئيس عبد المجيد تبون، ثم نذهب إلى التغريدات. أعتبر أنا شخصيا أن الانتقادات اللي كنت نقدمها في ذاك الوقت يعني اكثر من الحراك. شكون اول من نادى بابعاد المال عن 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 عن, عن السياسه وعن الدوله؟ خلصتها غاليه معليش، ولكن اليوم رانا في السنه الثانيه، في الذكرى الثانيه نتاع الحراك. الشعب ربما خرج باش يذكر، ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، يعني باش ما ينسوش. في ناس اخرين اللي خرجوا لاسباب اخرى، مش كلهم مع المطالب تاع الحراك الاصلي. نتذكر ان الحراك الاصلي كان واضح، يعني الطلبات نتاعو تقريبا اغلبها تلبات، ما فيش عهده خامسه، ما فيش تمديد العهده الرابعه، تغيير الحكومي، تغيير كذا، تغيير حل البرلمان، حل البرلمان. اليوم رانا في حل سوشنا. كيف علق الجزائريون على اللقاء الدوري للرئيس تبون مع الصحافة الوطنية؟ نتابع أهم التغريدات. أبا الحكم الأفريقي يقول الرئيس تبون يأمر بتقديم إعلانات إعانات للشباب ليميلوا ما يطيحوش لمساعدتهم على الاستقامة. وفي تغريدة أخرى نقرأ الإعلامي أبو بكر العربي يقول فيها الرئيس تبون أغلب مطالب الحراك الشعبي قد تمت تلبيتها بعد حل المجلس الشعبي الوطني. أما عزيز جولد فيقول الرئيس تبون يأمر بإلغاء كل الأوامر التي أمر بتنفيذها من قبل، وخصوصا الأوامر الموجودة في هاشتاغ الرئيس تبون يأمر. وننتقل إلى تغريدة أخرى، هذه المرة من أم أمين. أم أمين تقول لا تنتظروا من الرئيس تبون أن يخلصكم من الفساد والخونة لوحده، القضية قضية كل الشعب، أنت لست استثناء لتتنصل، فالكل متورط والجزائر الجديدة يبنيها الكل. ومعنا تغريدة أخرى، الرئيس تبون يأمر بالحد من المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان لأنها تجعل الإشهار يعرض بصفة متقطعة. ومالي يقول الرئيس تبون يأمر قنوات الصرف الصحي بتغطية مسيرات الحراك كل يوم جمعة وثلاثاء من الواحدة إلى الرابعة. والآن نذهب إلى ضيفنا من الجزائر الأستاذ عبد المنجي خلادي، المدون والصحفي. أهلا وسهلا بك. أهلا زميلتي وجدان، تحية خالصة لفخامة الشعب الجزائري، شكرا على الاستضافة. نحن نشكر وجودك معنا اليوم بعد غياب طويل عنا. طبعا سيد الكريم، كان هناك ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في ما يتعلق بالتغريدات التي قرأناها اليوم، وتغريدات أخرى كانت فيها نوع من السخرية السياسية فيما يتعلق بما ذكره بالأمس الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص الحراك، وأنه كان يعني ينتقد السلطات السابقة أكثر من الحراك. كيف رأيت هذه التعليقات وأنت متابع جيد لمواقع التواصل ومدون أيضا؟ أغلبية التغريدات وأغلبية المنشية الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي كانت يعني تنتقد بشدة يعني وبسخرية
نظرا من خطابات يعني شعبويه وكذلك خطابات لا تمس بايت الى الواقع المعاش في الشارع الجزائري تبون، حقيقه البارحه لم يفاجئنا، وكان يعني نفس خطابه يعني نفس خطابات التي عاهدنا يعني مشاهدتها، يعني خطابات لا تمثل باي واقع، هنالك شعبويه لا توجد حتى في حديثه عن الجانب الاقتصادي، لا يوجد هنالك خطه اقتصاديه متكامله لمواجهه الازمه الماليه، لمواجهه الازمه التي يعني تفاقمت وكذلك ذهبت صفقة الامر الواقع في منحى خطير وهو استنزاف احتياطي الصرف الذي بلغ الان 25 مليار دولار. بكل تاكيد رايح يكون يعني استقبال او كما نقول احنا الطبقه الحركيه او طبقه او شريحه واسعه من الشعب راح يعني تقرا هذه الخطابات من باب السخريه، لانه عام لم يقدم ولا شيء، مجرد يعني مضيعه للوقت، مجرد يعني استمرار هذه المنظومه الفاسده في استنزاف المال العام، في مزيد من قمع على الحريات العامه، في مزيد من تكذيب الاعلام، في مزيد من تغول القضاء. اليوم شاهدنا عده يعني قمع ضد المسيرات السلميه التي خرجت اليوم في الحركه الطلابيه خصوصا في العاصمه، هناك في قسنطينه تم اعتقال الاستاذ الفيزياء بوبيس عفوا، يعني كان نازل يعني من وسيله التنقل ويعني صادفوه يعني رجال الامن بزي المدني ثم اعتقلوا، يعني هذا الكل يعني يضحد ما جاء في خطاب تبون البارح الذي قال بانه لا يوجد مشكله مع المسيرات السلميه التي خرجت. صحيح، وأيضا ذكر مسألة الحراك الأصلي أكثر من مرة، وهنا نتساءل ربما ماذا يعني بذلك؟ يعني الثورة المضادة التي انطلقت في الأول من مايو 2019 جاءت نابعة من مخابر نظامية تابعة للنظام الجزائري، سوقت لمناشير وخزعبلات على سبيل المثال يعني شعار البديسية المغمبرية وإلى آخره من الشعارات الرنانة أو يعني المسارات المغلوطة التي أريد بها تفكيك حركة الشعب، يعني قبل المزاد تسوق للشعب بأن هنالك حراك أصلي وحراك دخيل أو حراك مستنسخ أو شيء من هذا القبيل، هذا ليس صحيحا، وإنما حركة الشعب حركة واحد انطلق في 22 فبراير لم يتوقف، تعلقت المسيرات فقط وتم استرجاع الشارع على غرار يعني مسيرات 22 ومسيرات الجمعة 100. نعم، المدون والصحفي عبد المنجي خلادي، أيضا هناك خبر جديد وتصريح جديد للرئيس تبون يقول فيه أحصينا 98 موقعا إلكترونيا مروجا للإشاعات من دول مجاورة، واضح أنه تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي ونشطاء الحراك عبر هذه المواقع والسوشيال الميديا يؤثر عليهم على السلطة الحاكمة في الجزائر الآن، أليس كذلك؟ نعم، يعني لما شفت سلطة الأمن الواقع الصحوة، هنالك صحوة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر المستقلة، عقود انخلت سلطة الأمن الواقع والنظام الجزائري لعب على عدة نقاط أوهم بها الشاب، يعني يلعب على هاجس الدين أو غياب الأمن وإلى آخره من النقاط. سلطة الأمر الواقع بعدما فقدت السيطرة على الأمور، ويعني الشعب تأكدت من أن الشعب شعب واعي
ولن ينساق مرة أخرى وراء ألاعيبها وأكاذيبها. يعني الوكالة الوطنية للأنباء تصدر بيانات كاذبة، كيف أصدق ما قاله بين قوسين يعني رئيس الجمهورية الذي لا نعترف به كرئيس للجمهورية؟ نعم. تبون لم يوضح هل هنالك مواقع إلكترونية أو حسابات أو صفحات في الفيسبوك مملوكة للنشطاء جزائريين في الداخل وفي الخارج، يعني نظام يحاول يبعث برسالة مغلوطة إلى الرأي العام بأن هنالك مؤامرات، هنالك يعني تهديدات خارجية من طرف المغرب أو الكيان الصهيوني وكذا وكذا وكذا، كل هذا يصب في خطته الموضوعة. يعني هنالك عدة أوراق حرقها وحرق أوراقه بالكامل، الآن يعني عادي يرجع إلى فزاعة الأمن وإلى المؤامرات الخارجية. شكرا لك.